السلام عليكم حبيباتي، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كالعادة راح نشارك معكم روتين تاع خدمة، يعني تاع طلبيات. هنا البنات تشوفوا هذو الوردات، راح نحطهم فوق مقرط اللوز، يعني احنا خدموا تاج العروسة، يعني راح نوريكم الطريقة كيفاش خدمت هذا الورود. كانت عندي طلبية تاع عرس فيها 600 حبة، يعني كامل عندي 3 انواع، في كل نوع 200 حبة. راح نخدم تاج العروسة، راح نخدم كعكعات، ونخدم ايضا تزيريات. راح تشوفوا معايا التحضيرات كامل اللي قمت بهم، واهم حاجة يعني راح نشارك معكم كيفاش خدمت هذا الوردات. يعني تشوفوهم هكذا بصح هما سهلين، يعني طريقة بسيطة وسهلة. تابعوا معايا الفيديو بلا ما تنسوا الجام هكذا باش تعاونوني. صراحة البنات يعني القناة راهي في تراجع، راهي تتراجع بزاف بزاف، ما فهمتش السبب، ما فهمتش اذا كان المحتوى ما هوش يعجبكم، الفيديوهات ما هوش يعجبوكم. قولوا لي البنات، يعني صرحوني في التعليقات وقولوا لي وش هو السبب، وش هو المحتوى اللي يعجبكم اكثر، هكذا باش نحسن. يعني الا قدرت على حاجة نحسن من الفيديوهات ونمد لكم كامل واش تحبوا. هذه هي البنات، يعني راح نستناكم في التعليقات، راح نقرا كامل تعليقاتكم. وهذا مكان هنا نبداو بسم الله في الفيديو تاع نهار اليوم. اكيد راح نبدا في الديكور، قلت لكم هذا الديكور راح نحطوه فوق مقروط اللوز تاج العروسة. اول حاجة حكمت عجينة الجامباس تاعي، راني حطيت لكم الوصفة مقبل وراح اخليها لكم في صندوق الوصف. حليتها اول حاجه بالحلال، حليتها هكذا طوليا، استعملت المايزينا باش نحل العجينه تاعي. من بعد وجدت الماشينه تاع البقلاوه، راح نزيد نكمل نحلها في الماشينه تاع البقلاوه، هكذا راح تساعدني يعني نقص التعب على روحي، وايضا راح تتحلي كامل على سمك واحد، يعني ما تجينيش وحده جهه طالعه جهه هابطه، ولا مانيش عارفه انا يجيني الشكل تاعها ماشي مليح، يجوني كامل سمك واحد. مام هذا الورده لازم تكون العجينه تكونوا حليتوها رقيقه، دوك تشوفوا كيفاش السمك تاعها يكون، تكون رقيقه بزاف. الا حليتوها بالحلال يعني راح تتعبكم، لكن اذا حليتوها في الماشينه تاع البقلاوه راح تساعدكم الخدمه. شوفوا معايا، راني حليت العجينه تاعي، من بعد قسمتها على اثنين على خاطر جاتني طويله بزاف. نكمل نحلها، لازم يعني تكون فيها نوعا ما تكون فيها شويه مايزينا باش ما تلصق لكمش اكيد. شوفوا كيفاش تكون رقيقه، هاي ليك هنا ما يهمش الرقم، المهم تكون رقيقه. دوك تشوفوا السمك معايا. من بعد نجيب القطعه رقم 50، راح نقطع بها العجينه تاعي. شوفوا هنا راني نوريكم في السمك، من بعد نحطهم في كيس بلاستيكي، لازم تغطيوا العجينه تاعكم سورتو اذا خدمتو يعني كميه كبيره. لازم ديروها في كيس بلاستيكي باش ما تنشف لكمش وما تيبس لكمش، وكي تكونوا تخدموا فيها تخدموا بها وهي طريه باش تجيكم شابه. المهم انا هنايا راح نخدم الكميه اللي عندي، نطبعهم كامل نحطهم في كيس بلاستيكي، نكمل نغطيهم. انا فقط هنا كي راني نوريكم يعني باش نوريكم فقط. المهم راح نكمل نطبعهم كامل، قلت لكم الطابع رقم 50 هذا هو المناسب، تجيكم ورده ماشي صغيره ماشي كبيره. من بعد درت لها ملمع بلون دوغي، درت لهم كامل الملمع. هنا ما يشتبان مليح في الاضاءه تاع البرشه، ما يشتبان مليح. المهم دهنتهم كامل بالبانسو، كي كملتهم كامل بديت في الخدمه. من بعد كي كملتهم البنات نبدا في الخدمه. هنا بدلت هذا البونجا اللي نخدموا بها، درتها في الازرق باش تبان لكم مليح. المهم نحكموا اداه هذه ونبداو نضغطوا في الاطراف تاع الورده باش تطلع لنا الورده تاعنا وتجينا بهذا الشكل. شوفوا معايا يعني الشكل راهو واضح، ماشي شرط هذه الاداه، ما عندكمش قادر ديروا بانسو يعني تقلبوه،
ومن جهة اللوح هذاك ولا البلاستيك وتخدموا به، ماشي شرط هذه الأداة، المهم أي حاجة وتضغطوا مليح باش تطلع لكم الوردة بهذا الشكل. من بعد نديروا غراء غذائي في الوسط ونزيدوا نخدموا، وهذو اللي نخدموهم نحطوهم فوق الوردة الأولى. يعني كل وردة راح نستعملوا فيها زوج دوائر، هكذا نكملوهم كامل. هكذا انا كنت نخدم بالعشرة ومن بعد نكمل الباقي. ما تنساوش البنات يعني تغطيو الدوائر تاعكم ولا العجينه تاعكم اللي راهي مازال ما خدمتوهاش. هنا استعملت هذو في الوسط، راهم يتباعوا يعني عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات، حطيتهم في الوسط ضغطت عليهم. من بعد راكم شفتوا الطريقه، يعني ما قدرتش نشرح لكم لكن الفيديو راهو واضح. بعد ما نكمل نضغط عليها من تحت نحطها تنشف لي فوق المول تاع الكعكات هاي ليك. اكيد نسقموها الا كانت مخسره شويه، نسقموها باش كي تنشف تنشف مسقمه. شوفوا الطريقه، نحطوا هذيك في الوسط من بعد نضغطوا نسقموها ورده. شوفوا الشكل تاعها من تحت، يعني كلش راهو واضح. قبل ما نحطها تنشف نعاود نسقموها، اذا كانت معوجه نسقموها يعني باش تنشف لكم الورده شابه هاي ليك. بعد ما نحط هذيك في الوسط نضغط من تحت باش تتشكل لنا ورده. يعني الفيديو راهو واضح، ما قدرتش نشرح لكم اكثر من هكذا. يعني نضغطوا فقط من تحت تتشكل الورده. هنا راني نحط زوج هذوك اللي راني نحطهم في الوسط ونضغط عليهم تحت باش يلصقوا لي، نسقمهم مليح ونخليهم ينشفوا. هذا ما كان البنات، من بعد درت لهم ملمع ذهبي من فوق كي نشفوا لي، يعني درت لهم كامل الملمع، راح تشوفوهم ان شاء الله في الفيديو القادم. هذا ما كان، انا كملت الكميه، خدمت اكثر من 200 حبه ولا 200 ورده على خاطر عندي طلبيه واحدة اخرى. هذوك يعني داو لي تقريبا يوم كامل. خدمت هذوك وخدمت ايضا تزيين اللي راح نحطوه فوق الكعكات، يعني نهار تاع الديكور يليق له نهار وحده، يعني راح يديكم بزاف وقت. المهم هنا راني نوري لكم باللي من تحضيرات ايضا ريحه الكاوكاو وجدت تاع تزيريات، يعني هذو يساعدوكم بزاف بزاف الا كانت عندكم كميه كبيره. راح نخلي لكم الوصفه تاع تزيريات هكذا باش ما تلف لكمش، وكي تحبوا ديروا الوصفه روحوا شوفوها، راح نخليها لكم في صندوق الوصف. هنا بعد ما رحيت الكاوكاو تاعي، شوفوا الكاوكاو ترحيوه نوعا ما رقيق، ماشي غبره وماشي خشين، يعني تاع مقروط اللوز وتاع تزيريات يترحى رقيق. درت الكميه تاع الكاوكاو وراكم شفتوا، يعني كتبت في الورقه تاع 120 حبه درت فيها 2 كيلو ورطل تاع كاوكاو. راح ندلها المقادير، هنا راني نعبر، درت الكيلات تاع الكاوكاو وراح نزيد معاهم الكيلات تاع السكر العادي ونزيد معاهم الكيلات تاع نواة كوكو. على بالكم باللي انا تزيرية تاع الكاوكاو ندلهم نواة كوكو. خلطت كلش مع بعض، من بعد نعاود نرحيهم في الروبو يزيدوا يتخلطوا مليح مع بعض. بنفس الطريقه البنات راح نكمل الكميه تاع 200 حبه تزيريات، ونخدم ايضا تاع مقروط اللوز ونوجد تاع الكعكات. بهذه الطريقه البنات راح نكون نقصت على روحي بزاف خدمه، يعني نهار اللي نكون احنا نخدم تزيريات راح ندير الاضافات فقط وندير البيض ونكون يعني كملت الخلطه تاع تزيريات. بهذه الطريقه يعني تكونوا نظمتوا وقتكم وتجيكم الخدمه سهله. شوفوا معايا، قلت لكم راح ندير الكميه تاع السكر والكميه تاع نواة كوكو ونخلط كلش في الروبو مع بعض. ان شاء الله يعني راح تشوفوا معايا في الفيديو الجاي كيفاش حضرتهم وكيفاش وجدتهم. انا راني نوري لكم مقتطفات فقط اليوم.
نكملهم نديرهم في علبة نحتفظ بهم حتى نهار اللي نكون راح ندير الوصفة تاع تزيريات. هنا البنات راح نشارك معكم مشترياتي، يعني الناس راهي تشري رمضان بصح انا يا يغيروني هذو كي نروح نشري عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات، ما نقدرش ما نشريش العلب، ما نقدرش ما نشريش هذو الكؤوس، بزاف يغيروني بزاف هايلين. شوفوا البنات شريت شوكولا، راكم على بالكم يعني الشوكولا راهي غير تطلع. انا راني نشريها 30,000 تاع عرطل شوكولا دادا. شوفوا هذا المول اللي راهو داير حاله، مول تاع الكراكو راهو يدير 25,000. هاوليك الشكل تاعو كاش نهار ندير لكم به وصفه. هاي ليك شوفوا كيفاش يجي الشكل تاعو. شريت ايضا هذا المول سيليكون، راح نفتحه باش تشوفوا واش فيه اشكال. هاوليك البنات انا شريته على جال القلب تاع الوردة، هاوليك هذاك الشكل الدائري هذا، وفيه ثاني اشكال بزاف هايلين تقدروا تستعملوهم في انواع بزاف تاع حلويات. هذو ليفيرين ايضا راح ندير لكم بهم وصفه ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. شوفوا شحال شابين الشكل تاعهم. وثاني كاين هذو اللي كنت حنحلهم في الاول. شوف كيفاش يجو الكؤوس هذوك يجو يعني بلا شويه ويجي الغلاق تاعهم من الفوق. ها مليك هذو تقدروا ديروا فيهم تحليات، تقدروا ديروا فيهم مملحات، يعني كيما تحبوا تحطوا فيهم. وكاين ثاني العلب، شوفوا هذه العلبة دير 10,000 للوحدة. شوفوا كاين أسعار شفيت لهم وكاين أسعار ماني شفيت لهم صراحة، لكن إن شاء الله يعني راح ندير لكم جولة عند اللي يبيع لوازم الحلويات، راح نوري لكم يعني بالأسعار هكذا باش تكونوا مستفادين. كما هذو العلب يعني اللي راهم دوكا توندونس راهم يستعملوهم بزاف. شوفوا شحال شابين، هذه العلبة صغيرة، كاين علب كبار أيضا من نفس النوع. هاكا يجي الشكل تاعهم. هذه ما ترفدش بزاف حلويات، علبه صغيره. وكاين هذو العلب ايضا راهم دوكا تقدروا ديروا فيهم مملحات ولا حلويات كيف كيف، لكن ما يرفدوش بزاف، يردوا حوالي 15 حبه. شوفوا الشكل تاعهم. هذو بالنسبه للسعر تاعهم صراحه نسيت، لكن يديروا ما بين 25,000 حتى 30,000 نورمالمون هذا هو السعر تاعهم. ان شاء الله يعني راح ندير لكم جوله وناكد لكم الاسعار كامل. كاين هذو وكاين اللي كبار عليهم شويه، وكاين يعني في اللونين، كاين اللون هذا الابيض وكاين اللي يبان لكم يعني كرتون بني، راح تشوفوا معايا في النوع الكبير. هاوليك النوع الثاني، هاوليك يعني الحجم يكون كبير. فقط هنا ما صبتش انايا في الابيض، على بها شريت في هذا اللون يعني كرتون يجي بني كيف كيف، تحطوا فيهم حلويات ولا مملحات يعني ترفد الضعف تاع العلب الاولى. هذو ايضا راهم يتمشوا بزاف وبزاف هايلين.
وشريت ايضا سنيوات هذو، انا شريت 5 على خاطر راح نسحقهم في لي كوموند. هذو يديروا 45,000 للصينيه الوحده. هذو هما البنات المشتريات التوعي، حبيت نشاركهم معكم. ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنساوش البنات ديروا لي جيم باش تشجعوني، ونستناكم في التعليقات. راح تقولوا لي ارائكم كامل، راح نقراهم. هذا هو الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.